استلام الهيكل العظمي ليه الطرف الصدري والطرف الامامي. هنتكلم النهارده على الميتاكاربال بونز. الميتاكاربال بونز اللي هي عظام مشط القدم الاماميه او اليد في اليوم. الميتاكاربال بونز المفترض حضرتك عندنا في الانسان او في الدب موجوده 5 ميتاكاربال بونز من الفيرست السكند اللي هي عظم مشط اليد ده من الاول 1 2 3 4 5. انما في الغرس ايه اللي حصل؟ في الغرس رقم 3 اللي هو الصباع رقم 3 ده كبرت قوي، هي اكبر واحده يسموها لارج ميتاكاربال بون او 2 ميتاكاربال بون، وفي عضلتين صغيرين 2 ميديال و 4 لاتر بيسموهم سمول ميتاكاربال بونز او سبلنت بون. السمول ميتاكاربال بون رقم 2 ميديال و 4 في اللاتر. بقى عندنا في الغرس كام ميتاكاربال بون في كل رجل؟ 3. رقم 3 هي اكبر واحده بيسموها لارج ميتاكاربال بون، ورقم 4 ورقم 2 موجودين فين دول؟ او الطيب بتاعتهم ايه؟ الطيب بتاعتهم لونج بون، ما دام لونج بون يبقى لها بروكسيمال اكستريميتي وجود الارشافت والديستال اكستريميتي، عظمه طويله. موجودين ما بين الكاربال بونز او الديستال روبس كاربال بون والبروكسيمال فالانكس او السلمه الاولانيه دي. ده متجهين ايه؟ الدايركشن بتاعه ايه؟ فيرتيكال في الدايركشن. وهنشوف في الفيديو القادم الوصف الكامل ليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن عظم الميتاكاربس. الميتاكاربس اللي ايه الكومباريتيف فيتشرز بتاعت الميتاكاربس في الدوميستيك انيمال. بالنسبه لعظم الميتاكاربس او الميتاكاربال بون، الميتاكاربال بون كونسيدرد از ا بارت اوف المينس. الميتاكاربس اتس ا لونج بون ارتيكوليت بروكسيمالي وذ الكاربال بون تو فورم كاربو ميتاكاربال جوينت. ميتاكاربال بون articulate proximally with the carpal point, the carpal bone to form carpal metacarpal joint and distally with the proximal phalanx to form metacarpal phalangeal joint, phalangeal joint. الميتاكاربال بون بريزنت الوضع بتاعها او البوزيشن بتاعها في الجسم بريزنت فيرتيكالي. فيرتيكالي يعني ايه؟ رقصيه، بيبقى وضعها رقصي، لا هي واخده ميل لقدام ولا هي واخده ميل لورا. طيب الميتاكاربال بتاعتي وضعها بيبقى ايه؟ شكلها الشيب بتاعها بيبقى ايه؟ بتبقى سيمي سايلندريكال ان شيب. يبقى انا عندي الميتاكاربال بتبقى سيمي سايلندريكال ان شيب كاركترايزد. لو جينا بقى للديسكربشن بتاعها بلاقي ان هي كاركترايزد باي بريزنس اوف دورزال سيرفيس and palmar surface and has proximal extremity and distal extremity and has medial border and lateral border. يبقى انا عندي بالنسبه للديسكربشن بقدر اقسمه لثلاث اجزاء: dorsal surface and palmar surface, medial border ولateral border وproximal extremity وdistal extremity. طبعا البروكسيمال اكستريميتي اقدر اقول عليها البيز، والديستال اكستريميتي اقدر اقول عليها الهيد، بينما اللي بيوصل ما بينهم ده بسميه الشافت او البودي. بالنسبه اول حاجه ليه، لو جيت اتكلمت على الدورزال سيرفيس بلاقيه ايه؟ بلاقيه سموث كونفكس اند ستريت كاركترايزد باي بريزنس اوف اليفيشن. الرف اليفيشن بسميه ميتاكاربال تيوبريستي. يبقى انا اول جزء خالص عندي او اول حاجه باجي اتكلم فيها ان انا عندي الدورزال سيرفيس سموث كونفكس ستريت كاري الميتاكاربال تيوبريستي. طيب لما اجي اتكلم على البالمر سيرفيس، البالمر سيرفيس كاركترايزد باي ايه؟ اتس رافنت ان ذا بروكسيمال تو سير تو كاري تو سبلنت بون او سمول ميتاكاربال بون. يبقى انا عندي لما بنيجي نتكلم على الميتاكاربال بون، اما نيجي نتكلم على الميتاكاربال بون، طبعا الميتاكاربال بون العدد بتاعها او النمبر بتاعها بيبقى ديفر اكوردنج تو سبيشيز اوف ذا ايه؟ اوف ذا انيمال، اوف ذا دوميستيك انيمال. بالنسبه للميتاكاربال جنرالي او العدد المفروض الان بتبقى ويل ديفلوب 5 ميتاكاربال بون. بلاقيها ويل ديفلوب فين؟ في الدوك، الكات اند المان او الهيومن. يبقى انا عندي البني ادم والكلاب والقطط دي عندي بتبقى في فول ديفلوب العدد 5. طيب لما باجي ابص عندي على الهورس، الهورس العدد فيه بيبقى عباره عن 3، الفيرست اند الفيفث از ابسنت. 3 يعني ايه؟ يعني بلاقي عندي لارج ميتاكاربال بون كاري اون اتس بالمر سيرفيس تو سبلنت بون. يبقى انا عندي لارج ميتاكاربال بون. طيب اللارج ميتاكاربال بون دي، يبقى ده بالنسبه للهورس. طيب بالنسبه عندي ليه، لما باجي اوصف الاوكس، الاوكس بلاقي عندي ان هي عندها 3، عندي الثيرد والفورث بيبقوا فيوز
and rudimentary fifths. يعني عندي التالتة والرابعة بيبقوا fused مع بعض وبيكونون اللارج ميتاكاربال بون، أما الفيفث بتبقى rudimentary وبتبقى موجودة على الإيه؟ على البالمر سيرفس. باجي عندي بلاقي إيه؟ يبقى ده بالنسبة للعدد. طيب نكمل الجزء اللي ورا، اتكلمنا عن البالمر سيرفس، قلنا إن هو اللاو بيبقى إن البروكسيمال تو ثيرد بريزنس أوف تو رافنت أريا فور لوجمنت أوف السكند أند الفورث كاربال بون. طب إيه كمان؟ بلاقي إن عندي الإيه التلتين اللي بيفصل عندي ما بين التلت اللي فوق والتلتين اللي تحت عندي النيوترانت فورامين بريزنس على البالمر سيرفيس، بلاقي النيوترانت فورامين موجود في المنطقة دي. طيب كمان بلاقي ايه؟ بلاقي عندي ان السكند والفورس كاربال ميتاكاربال بون بيلوجد او اتاتشد ويز البالمر سيرفيس اوف الميتاكاربال عن طريق حاجه اسمها السسبنسوري ليجامنت او الانتر اوسياس ليجامنت، بيبقى موجود في المنطقه دي كده في الفريش ستيت. يبقى انا اول جزء خالص عندي اتكلمنا على البالمر سيرفيس، قلنا ان هلاقي عليه نيوترانت فورامين، هلاقي السكند ميتاكاربال بون تبقى لونجر اند لارجر رازر ذان الايه الفورس ميتاكاربال بون. سكند ميتاكاربال بون، فورس ميتاكاربال بون، نيوترانت فورم. اما الدورسال سيرفيس كاركترايزد باي بريزنس اوف الميتاكاربال تيبريستي. طيب جينا بعد كده بنبتدي نقسمها لبروكسيمال اكستريميتي اند ديستال اكستريميتي. فور بروكسيمال اكستريميتي كاري انديوليتنج ارتيكولار سيرفيس فور الثيرد ميتافور التارزال بون. طيب اللارجر اللي هي اللارج او الجريتر بارت اوف الانديوليتنج سيرفيس فور ارتيكوليشن ثيرد كاربال بون. يبقى دي الميتاكاربال تعمل ارتيكوليشن مع مين؟ تعمل ارتيكوليشن الجزء الكبير ده مع الثيرد كاربال. تمام. طيب ببتدي عندي الاقي ايه كمان؟ الاقي عندي الجزء الديستال اند او الديستال اكستريميتي كاركترايزد، بنسميها ايه؟ بنسميها الهيد. الهيد كاركترايزد باي بريزنس اوف ساجيتال ريدج، ساجيتال ريدج ويتش ديفايدد ات انتو ها ميديال كوندويل اند لاترال كوندويل. ايتش كوندويل كاري ا فوسا فور كولاترال ليجامنت اوف فيتلوك جوينت. يبقى distal extremity distal extremity is adapted for articulation with the first sesamoid bone and first phalanx for proximal phalanx. distal extremity is crossed by sagittal ridge to divide it to two condyles medial condyle and lateral condyle. each condyle carry a fossa for a collateral ligament of a fitlock either medial for medial or lateral for lateral. يبقى انا عندي اخر حاجه اقدر البيانات اللي اشوفها عليها، هشوف الميتاكاربال تيوبريستي على الدورزال سيرفيس، على البالمر هشوف نيوترانت فورامين، سكند ميتاكاربال، فورس ميتاكاربال، هشوف ساجيتال ريدج، ميديال كوندويل، لاترال كوندويل، وفصه ميديال فصه فور ميديال كولاترال ليجامنت ولاترال فور لاترال كولاترال ليجامنت اوف الفيتلوك. ده بالنسبه للميتاكاربال بون اوف الهورس. نيجي بعد كده على لما اجي اقارن فور كومباريزون ويز ميتاكاربال بون اوف الاوكس. ميتاكاربال بون اوف الاوكس، الميتاكاربال بون كاركترايزد باي فيوجن اوف الثيرد اند الفورث ميتاكاربال بون ويل ديفلوب. ان انا عندي الثيرد والفورث بيبقوا ويل ديفلوب ده ميتاكاربال بون. طيب اقدر اميزها او فور ديفرنشيشن بتوين الكاتل اند الهورس او الاوكس اند الهورس، بلاقي ان انا عندي الميتاكاربال بتاعه الهورس بتبقى دي الاوكس بتبقى مور شورتر مور وايدر اند فلاتر. يعني ايه؟ يعني بتبقى اقصر وبتبقى اعرض وبتبقى اكثر تفلطحا، يعني بتبقى ايه مفلطحه عن الايه عن الهورس. طيب لما اجي بعد كده اشوف بنقسمها ليه؟ بنقسمها نفس التقسيم لدورزال سيرفيس اند بالمر سيرفيس. الدورزال سيرفيس كاري ميتاكاربال تيوبريستي، ميتاكاربال تيوبريستي. طيب بعد كده وايه كمان؟ وبلاقي الدورزال سيرفيس عليه حاجه فاسكولار جروف بسميه دورزال لونجيتيودنال جروف. دورزال لونجيتيودنال جروف اهو ها دورزال لونجيتيودنال جروف، ومن من 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 فوق من تحت عندي ديستال ميتاكاربال كانال، ديستال ميتاكاربال كانال، ومن هنا برضو ديستال ميتاكاربال كانال.
طيب بعد كده طبعا في هنا بيبقى بروكسيمال ميتاكاربال كانال، يبقى عندي بروكسيمال ميتاكاربال كانال والديستال ميتاكاربال كانال. بالنسبه للديستال اكستريميتي عندي هاجي ابص ان الديستال اكستريميتي از ديفايدد انتو تو تروكليا، طبعا لان دي حيوانات اللي هي مشقوقه الحافر، فانا عندي تو تروكليا عندها اثنين اصبع، فبلاقي انتر تروكليار نوتش سيبريتد التو تروكليا بتاعتي، وكل تروكليا كاركترايزد باي بريزنس اوف ساجيتال رينج. ببتدي عندي يبقى خدت الجزء ده، خدت الميتاكاربال تيوبريستي، سواء خدت الفاسكولار جروف سواء كان دورزال او بالمر، خدت الدورزال لونجيتود دورزال ميتاكاربال البروكسيمال ميتاكاربال كانال والديستال ميتاكاربال كانال. طيب ده بالنسبه عندي ليه الايه الاوكس والهورس. بالنسبه عندي ليه الشيب، بالنسبه عندي ليه الشيب، ادي الشيب اهي نفس البيانات اللي موجوده، وبتبقى كاركترايز ان الثالثه والرابعه والديفلوبد وملتحمين، والاولى ابسنت، بينما الاولى والثانيه طبعا ابسنت، بينما الخامسه احيانا بتبقى ابسنت واحيانا ريبريزنتد باي رودمنتري ريدج. طيب اعرف الايه، انا دلوقتي عرفت اتعرفت على الديسكريبشن بتاع الهورس، ديسكريبشن بتاع الميتاكاربال اوف هورس، والديسكريبشن بتاع الميتاكاربال اوف اوكس. الميتاكاربال اوف هورس اعرف الدايركشن سواء في الهورس او في الاوكس او في الشيب. هتعرف عليه ازاي؟ هتعرف عليه عن طريق الميتاكاربال تيوبريستي. همسك الميتاكاربال تيوبريستي اهي، ادي الميتاكاربال تيوبريستي على الميديال اهي، يبقى ده الجزء ده الميديال والجزء ده اللاترال، يبقى كده العظمه تبقى على ايد اليمين، يعني العظمه يمين. يبقى تاني يبقى انا عندي، طيب طريقه تانية دي النيوترانت فورامين اهو، نيوترانت فورامين على الميديال. طبعا في معلومه كويسه جدا ان انا عندي الجزء السكند والفورس ميتاكاربال بون دول زي ار سيتويتد اون بالمر سيرفيس اوف لارج ميتاكاربال بون اون ايزر سايد، وكولد بنقدر نسميهم السبلنت بون. يبقى انا عندي السبلنت بون دول موجودين اون ايزر سايد اوف بالمر سيرفيس، وكاركترايز ان هم اسمهم السبلنت بون. طيب الاند بتاعتهم او الاند دي بسميها البطن، البطن بروسيس، ودي ايزلي فيلت ان اللايف انيمال، بقدر استحسها في اللايف انيمال كويس جدا. والسبلنت بون دي بتبقى ريديوسد وبتبقى ثري سايد. تمام ده بالنسبه للميتاكاربال بون.